سترة دي ماما، يعني هي انا كنت بشغله مع ماما عيشه، المفروض تقول لي زغرتي يا قطه، فانا اللي هو كنت عامل حركه كده اللي هي منيو، فهو كان عايز يقول لي بس نيو بس. انت مش عارف دي مين؟ دي جينا. ازيك يا بيتشي جينا؟ ازيك يا بيتشي جينا؟ انا عملت حاجات كتير قبل كده، من ضمنهم ابو عمر المصري، وما كانتش كوميدي خالص، كانت شخصيه مركبه جدا. عملت نجيب زاهي زركش مع دكتور يحيى الفخراني، وعملت ملوك الجدعانه، بس يعني في حاجات كتير، وفيلم 30 مارس والقرموطي في ارض النار، عملت شويه حاجات حلوه يعني. انا انبسطت جدا 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 فوق ما تتخيلي. ما يعني هو طبعا وانتي في لبنان انتي مش حاسه باي حاجه غير على السوشيال ميديا، وانا برضو فكره السوشيال ميديا مش بالنسبه لي اللي انا يعني، طبعا بتفرحني وكنت مبسوطه جدا وكنت في حاله حلوه وانا في لبنان، بس برضو الشارع بيختلف، انك لما الناس كده تقابلك فيس تو فيس ويقولوا لك الله، فده بتحسي بقى بالنجاح الحقيقي يعني. دي من اكتر الحاجات اللي اسعدتني اول ما نزلت اصلا في المطار، يعني مش عايزه اقول لك، انا عرفت ان استاذ احمد اصلا سقى ما عرفش يخرج 3 ساعات. والله احنا كمان لما نزلنا بقى، لا الناس ما شاء الله الحمد لله عارفانا باسامينا، باسامي الشخصيات، بيندهوا علينا باسامي الشخصيات. ما فيش اللي هم الناس اللي هي بتبقى واقفه عشان تستقبل الناس اللي جايه، اللي هم الشركات اللي هي بتاعت العفه، ففجاه يا قطه يا يسرى يا ما اعرفش يمين يمين، وفجاه تاول تاول. قلت لهم يلا نجري. قعدت اضحك ضحك، انا اصلا بتحرج يعني، ضحكت يعني مش قادره. مش عارفه اقول لك ايه بصراحه. لا هو انا جريئه مع اصحابي، بس انا يعني بس في اللقاءات والحاجات دي بقلق شويه، عشان انا على طبيعتي قوي. هم قلقانين مني اصلا. ما تطلعيش في برامج غير لما تقولي لنا. والله بجد هما يعني بيقلقوا مني عشان انا على طبيعتي زياده عن اللزوم. دايما قبل كل مشهد كده، انا مش من الناس اللي بتحب تغير في الحوار خالص، بس بحب احط حاجات اللي هي التاتش واللمسات والحاجات دي، فاروح لاستاذ احمد اقول له ايه رايك لو قلت هنا كذا، فهو يعلي عليا. هو فظيع، عايز اقول لك كوميديان هايل، وخفه دمه وافهاته بره الصندوق دايما، يعني دايما لما بقول له على افيه فيعلي عليا فبيفاجئني، يعني فظيع. فهو اصلا المشهد بتاع سبتي ده لما الدشيشه او الحاجات دي كان كلام استاذ احمد خالد، اللي هو لما كانت دينا معديه بقول له ايه ده انت مش عارف دي مين؟ دي جينا. ازيك يا بيتشي جينا؟ ايوه. فبيقول لي دينا بنت خالتي نجات وما اعرفش مين، قلت ورشدي، قلت له انت مش عارفها ولا ايه؟ على فكره خالتي مزغطانه انا وهي سوا. قال انت بتكدبي يا قطه. ده منظر اتنين متزغطين سوا؟ قلت لهم دي الشيشه اللي خالتي كانت بتدهني كانت مختلفه او مغشوشه مش عارفه. لا ده مسخره بقى يعني، انا مصطفى اصلا بضحك لما بشوفه يعني. انا في مشهد بجد، هو المشهد اللي دخل عليا فيه نصار وخضر، وبيسالوني لما عرفوا انه سعد جه وعمل خناقه وبتاع وما اعرفش ايه، استاذ احمد سقى ضربه وخرج، فقال له فاهم؟ قال له ماشي، فراح بصيت لي يعني بتبصي لي كده ليه؟ انا عملها ببادي لانجوج كده، انا فجاه لقيتني واقعه على السفره بضحك وكلهم عمالين يضحكوا على ضحكي تحت، فانا سامعه صوتهم في المايك بس مش قادره. فاجئني وهو ساعات بيفاجئنا كده بحاجات. انا سترة دي ماما، يعني هي انا كنت بشغله مع ماما يعني بجد بجد، عارفه انت اللي هي محوطاني كده، لا اعملي ده ما تعمليش ده، اقول لها حاضر يا خالتي. حاضر يا خالتي، راح عليا. لا فظيعه فظيعه، فادتني جدا بجد، من اكتر الناس اللي فادتني جدا، وكنت محظوظه بالشغل معاها، ودايما تقول لي هتشوفي وشها هيبقى حلو عليكي، وهي وشها حلو عليا فعلا حقيقي. انا بحب الست دي قوي 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 قوي، ربنا يديها الصحه ويشفيها يا رب. عيشه المفروض تقول لي زغرتي يا قطه، فانا اللي هو كنت عامل حركه كده اللي هي منيو، فهو كان عايز يقول لي بس بس. قلت له خلاص ما اتعملتش هنعملها دلوقتي، فعملناها بقى وقعدنا نهزر واحنا قاعدين. هو قمر، لا هو خطير، هي مصر كلها بتكراش عليه، بس الكراش اللي هو اللي يضحكك. اللي هو يعني فاهمه بصوتك كده وتقعدي تضحكي. قمر، لا 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 خطير.